السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، إن شاء الله يلقاكم في أحسن حال في الفيديو. كيف كتشوفوا اليوم جيتكم بالفول اللي غادي نديرو إن شاء الله. الفول مفور كيجي صراحة رائع. هنايا كنت مشيت تقضيت بفيرم قيسي، صراحة واحد الفيرما اللي هي رائعة، الواحد كيمشي لها يعني نحكي لكم عليها. كتلقاي بحال ان نفسك حركي في المغرب، كتلقاي كل شيء حاجه اللي بغيتيها كتلقايها. فانا بغيت نشارك معكم هذه الطريقه نتاع هذا الفول. صراحه واخا نلقاوه في المرشي ما نلقاوهش بهذا الطراوه، هكا كيكون طري وكيكون حلو صراحه بحال هذا. يلاه محيد من الفدان او الجنان او كيف كل واحد كيف كيقول. المهم صراحة رائع رائع. أنا كيف شفتو مشيت دغيا لعندو كنحي يعني بقيت كناخد فيه، كيعجبني مع كسكسو، كيعجبني مفور. أنا كتعجبني هالطريقة اللي هادي نشاركها معكم، يعني كنفورو الفول والجلبانة كتجي حلوة وكتجي رائعة. كاين اللي كيديرو غير راسو، كيقولو الفول يعني يباون مفور، بالشحا كيقولو يباون، وبالعربية كنقولو الفول كيجي مفور ومرفوس. وطريقه يعني التحضير ديالو باينه وسهله، غير بغيت نشاركها معكم. ومعروفه عند المغاربه صراحه، كيف قلت لكم يعني واخا كيتباع حنا عندنا هنا قليل، ولكن في اللي في المغرب راهم هما اللي شبعانين فول في هذه الوقيته. كيكون في هذه الوقيته نتاع الربيع وكيمشيو يحيدوه بالفدان، كيجي حلو. هو الفول شحال ما طال يعني تحيديه وهادي يديوه يبيعوه وداكشي في الاسواق، وكيطول كيجي مر، ماشي بحال اللي كي يلا حيدتيه بالفدان كيجي حلو. كنا كنحيدوه، كانت عندنا الارض يعني كيغرس فيها الواليد ربي يحفظه، كنمشيو نحيدو كي كيوجد، كنشدوه نفوروه ونربزوه يعني بالفرشات، او يعني كنقولوا حنايا نربزوه باللهجه العاميه ديالنا. كيجي حلو، كيجي رائع، كيجي فيه الكمون. وكذلك حتى بالنسبه للكسكسو اللي يدير فيه كسكسو، بالنسبه للكسكسو حنا كنختاروا هذاك الصغير اللي كيكون هكا الحبه صغيره، ما تكونش فيها الحبه هكا يعني كبيره، كيكون يلا عاد كيدير هذاك فريك يعني كيدير الحبه هذيك الصغير، ورا هذاك هو اللي كيجي به الكسكسو. جد رائع، كيديرو غير الفول وخيزو والدجاج ولا اللحم، وكيجي كسكسو جد جد رائع صراحة. كيجي لذيذ بالفول والمرقة ديالو كتجي عاقدة. أنا بالنسبة للفول كيف يعني بدي يكبر كيدير هاد الخيوطة، كاين الفول اللي ما كيديرش هاد الخيوطة، وكاين الفول اللي كيدير هاد الخيوطه نحيدوهم له باش هكا ملي نفوروه ما يكونش فيه هاد الخيوطه. كاين اللي يحيد له كاع هذا بالموس هكايا، انا غادي نحيد له غير الخيوطه فقط. بطبيعه الحال حنا غسلناه ونقيناه مزيان، يعني الغسيل الواحد خصو يغسلو حتى لثلاثة تاع المرات باش هكا الا فيه شي شوائب فيه شي دواء فيه شي كيتحيد. صراحة قلت لكم أول مرة لقينا الفول، قالوا لي جابوه بعض الأقارب يعني هنا، قالوا لي جابوا الفول في لوكلير، وأنا ما مشيتش لوكلير، كنمشي غير الزوج ديالي فما شفتوش. وكذلك هو ما يعني ما جابوليش، ما عرفتش واش شافوا. أنا الخضرة تقريبا كنتقداوها غير بالمرشي، ما كتقداش أنا الخضرة من لوكلير، لأن الخضرة موجودة عندنا في المرشيات، والمرشيات كذلك موجودين حدانا، لذلك التجأوا للمرشيات نتاع العرب ونشريو الخضرة، ولكن ما كنلقاوش بهاد الطراوة، كنلقاوه مدبال صراحة وبيض وحالتو حالة، وكيكون حيت هو قد ما طال كيكون مر. ايوا مشينا للفيرمات قضينا وبدل بزاف الحوايج، دار واحد لاجونس اللي باغي يقطع من تمايا البي تاع الباطو ولا البي تاع الطيارة، داير تما الفواياج. صراحة كيدبحو تما الدجاج، عندو الدجاج طري اللي بغا الدجاج نتاع لا فيرم، هداك الدجاج كيما نقولو حنا البلدي، كاين يعني اي حاجة اللحوم ما شاء الله جديدة، وكيدبح كذلك كيقول كيدبح بدون صعق. ودار واحد الريستورو كانت غير شوية صغيرة، يعني هذيك الريستورو ماشي بزاف باللي حلها،
عبد محمد ولا كبار صراحة فيها، تقول راكي في المغرب في بنيدرة كتنساي تنساي بلي راكي في فرنسا، والله كيتلاقاو كلشي تما يا صحاب البلاد، كيجيو تمايا يعني كاع الناس اللي اصلها من المغرب، جميل. وكذلك بزاف من الدول العربية وحتى يعني من دول اخرى كيجيو تما يتقداو، لان كيشريو اللحم بكمية كبيرة، لان تما كيبيع بالكروك اللحم وكيبيع بالتقسيط كذلك، وكيدير لي بروموسيون، كيمشيو تما ما شاء الله عامرة، وزاد كبر الباركينج باش هكا ملي يجيو يلقاو فين يباركي، وكان هكايا واحد الباركينج شوية صغير يعني ماشي كبير، فما شاء الله زاد كبر الباركينج فين يركضو السيارات، فالناس دابا تيسع الحمد لله، وكبر المكازا ما شاء الله، وكيف كيف حتى الريستورو كبرها، دار زوج نتاع لي ريستورو ما شاء الله في البلاد، وما تلقاش هذيك الكمية نتاع الناس يعني في الريستورو في وقت الفاكونس، فدابا جاب لهم يعني بني درار حتى تنواحي باري، غير اللي ما بغاش يمشي ينسى الغربة تما. انا كانت عندي هذه الفكرة يعني قبل ما يحرر الريستورو، كنت نقول كان يحنا الريستورو هنا ويدير بحال بني درار، راه كيبيع اللحم، وسبحان الله حل الريستورو وعنده واحد الاقبال كبير بحال يعني، والثمن كذلك مناسب، ماشي شي ثمن اللي هو غالي، كاين اللي بغى يشري اللحم ويشوي وهلو، كاين اللي يعني الكبده كل شيء، كاين اللي يعني يدوموندي تمايا من الريستورو داري البيفي، ودوموندي شنو بغيتي، كل شيء مشرمال، كل شيء لي سالاد المشروبات، كل شيء كيبيع، عاود كذلك الطواجن داكشي تاع الفخار، الاواني الخضر فواكه الحوايج نتاع يعني الاكل، كل حاجه موجوده، كذلك كندير اللوز بروموسيون 4 أورو 99 سنتيم، كندير اللوز بلدي خديت منه صراحة زوين، كذلك كان يبيع الحوايج يعني بلديين بحال الحوايج نتاع الكاكاو كيف كنقولوا النافع، حبة حلاوة ولا البسباس كانوا بلديين، شريت منهم واخا كانوا فيهم شي شوية دنقة، ولكن صراحة عجبوني فيهم واحد الريحة اللي هي زوينة، وكان يعني اللون ديالهم خضر عجبني، فشريت يعني من عنده، هكا غادي نكمل معكم ان شاء الله هذا الفول بالتقشير ديالو، والماء راه كيطيب، راني دايره البرمه فيها الماء يغلي هكا باش غادي نفور الفول، والفول كيف كتعرفوا لا بد نغسلو قبل ما نقشروه، لان الفول كيف كتلاحظوا عنده بحال القطن سبحان الله الداخل، الا سرنا حتى قشرناه هكايا وعاد غسلناه غادي يشرب لنا بزاف نتاع الماء ويجي لداخل باسل، هذه نصيحه، ها هو الفول ديالنا، غادي نديرو في الكسكاس هكايا كيف شفتو، غادي نشد هذا البصله، هذه البصله كتكون في الداريه كتباع تما، لقيتها تباع صراحة عند القيسي كتكون خضراء، غادي نشلضها،
غادي نديرو الملح بالماء هنا كيف شفتوا راه بدا كيغلى. هنا في القدره نضيفو واحد نصف حامضه باش هكا ما تكحلناش القدره ديالنا في داك الماء اللي غادي نفورو عليه. هنا بعد ما طلعت فيه الفوره يعني درت له الجلبان، زدت فوق منه الجلبان، وبعد ما تفور كيف شفتوا راه طاب لا الفول ولا الجلبان. الجلبان صراحه راه كونجولي ماشي طري، واللي بحال في المغرب راهم في هذه الوقيته نتاع الجلبان يغتنموا الفرصه وياكلوا الجلبان والفول. صراحه صحي، ما كانش ما احسن بالاكله الطبيعيه يعني صراحه جد رائع. هنايا كيف شفتوا بعد ما تفور غادي نضيفو في هذه الطنجره وندير له شويه كمون، واحد المعلقه نتاع الكمون لانه يمتاز بالكمون، والا كان مسوس نزيدو له شويه الملح لان انا ديجا ضفت له الملح يعني ملي كان يتفور غير نشوفو الا خصو شويه. وهذه نضيف له واحد شويه نتاع الابزار، انا ما كنديرش صراحه فيه مطيشه، كاين اللي كيدير مطيشه وكيربزو في مطيشه، كيعجبني فقط يعني كنفور فيه بصله اللي كتكون خضراء، ولا داك الشالوط اللي كيكون خضر البصله كتكون خضراء كيكون بحال الشالوط وصافي. والمعدنوس والقصبر، وسيرتو في هذه الوقيته القصبر كيكون كينور كيكون رائع، يزيد له واحد المذاق اللي هو رائع. كنقدموه ك يعني طبق رئيسي او يعني كطبق مرافق يعني لاكلات اخرى، يعني بحال يعني بحال السلطه بحال، وصراحه جد رائع. وهذه بالمناسبه نتاع الوقيته نتاع الفول، نغتنموا الفرصه وناكلوا الفول لانه صحي وكذلك يعني فيه الفيتامينات، يزيد الحديد في الجسم، وكذلك يعني سهل التحضير وموجود في كل يعني بيت، فلما لا ما نغتنموش الفرصه ونفوروه بهذه الطريقه وناكلوه فراه صحي. فهنايا كيف قلت لكم صوتيتو هكا واحد شويه فوق من البوطه، كاين اللي بغى يرفسو ويحطو بلا ما يصوطي، هنا ضفت له هذه الاضافه ونقدموه هكا في طبيصلات صغار او طبسي كيف قلت لكم رئيسي، وبالصحه والراحه كيجي جد رائع. هنا درت عليه شويه الكمون، وما تنساوناش باللايك والاشتراك، وشكرا لكم جزيل الشكر على المشاهده ديالكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه، إلى فيديو آخر إن شاء الله.